العيد اللي احنا بنعيد بيه للعذراء عيد اعلان اصعاد جسد القديسه العذراء مريم. كنيستنا غنيه جدا وبتكرم العذراء وتطوبها جدا، وليها اعياد كتير في الكنيسه بنحتفل بيها على مدار السنه، لكن في بعض المناسبات يمكن مظاهر الاحتفال فيها بتبقى مختلفه زي العيد اللي احنا بصدد الكلام عنه دلوقتي. لو سريعا كده عدينا على الاعياد اللي الكنيسه بتحتفل فيها بمناسبه تخص العذراء والعيد اللي احنا فيه دلوقتي. طبعا العذراء ليها اعياد كتير، ويعني هي ويوحنا المعدان اللي بنحتفل بعيد ميلادهم طبعا مع رب المجد ربنا يسوع المسيح. كمان بنحتفل بالاحياد بقى اللي احنا شايفينها هنا، بنشوف تقديمها للهيكل، بنشوف البشاره بولادها، مش عيد البشاره، كل حاجه ليها تاريخ والكنيسه بتعيد بيه. بنشوف طبعا عيد الميلاد، طبعا العذراء من ابطال عيد الميلاد يعني، وطبعا هروبها لارض مصر وعيد نياحتها. لكن العيد الوحيد اللي بنصوم فيه هو اعلان اصعاد الجسد. اعلان اصعاد جسدها ده لا طبعا، لان التلاميذ صاموا اسبوعين عشان ربنا يوريهم المجد اللي اتمجدت والدت الاله. ايه اللي حصل في الجزئيه دي كده هنا نوضح للناس اكتر، لان في ناس عندها خلط، احنا ليه بنصوم 15 يوم صعود الجسد وبين اعلان اصعاد الجسد بيحصل فيه الخلط؟ هو الحقيقه العذراء اتنيحت 21 طوبه، 21 طوبه بعديها بثلاث ايام او فتره ثلاث ايام بعد نياحتها قعد القبر فيه صوت تسبيح وريحه بخور. بعد كده انقطعت بعد الثلاث ايام دول اصوات التسبيح وريحه البخور. في اليوم الثالث اللي هو 24 طوبه قديس توما الرسول كان بيكرس بالهند وجاي، لما كرس في الهند وهو راجع شاف المنظر ده، وعشان ربنا يثبت له ان دي مش رؤيه، مش رؤيه خيال يعني، بيتعامل مع شكه طبعا. فقالوا له تقدم خد بركه من جسد العذراء، فالعذراء ارسلت له الزنار بتاعها وهو خده. وبعدين راح لما رجع اورشليم تاني قال التلاميذ، قالوا التلاميذ قالوا له العذراء اتنيحت، فقال لهم لا انا مش مصدق، انا لازم اشوف القبر. فتحوا القبر ما لقوش الجسد، اعتقدوا ان اليهود سرقوا الجسد. بعد كده ابتدى توما حكى لهم القصه، فهم التلاميذ قرروا ان هم يصوموا لغايه ما ربنا يقول لهم ايه اللي حصل، يعلن لهم ويعلن لهم مجد والدة الاله في السماء. فبعد اسبوعين من الصوم والصلاه اللي هم من واحد مصر ل 16 مصر، ربنا اعلن لهم، خلاهم يشوفوا النبوه اللي قالها داود، جلست الملك عن يمين الملك، وشافوا العذراء في مجدها مع رب المجد في السماء، فشافوا قد ايه مكانه امنا العذراء في السماء. فبقت طبعا يعني شفيعه قويه جدا، لانه خلاص عرفنا قد ايه زي ما التلاميذ شافوا احنا كمان شفنا يعني احنا، وكمان لانه الله اراد انه الجسد اللي جه منه وتجسد منه رب المجد ما يروحش كمان في التراب، لا يرى فساد. طبعا ربنا يعني اذا كان ربنا وعد المراه ساكبه الطيب، قال انه حيثما يكرز بهذا الانجيل في كل العالم يخبر بما فعلت هذه المراه تذكارا لها، اذا كان دي اللي سكبت الطيب، طب اللي سكبت حياتها كلها وحملت المسيح النمر اللي في احشائها طبعا، فطبعا كان لازم هيكرم هذا الجسد طبعاً، انه ما يعودش زي كل الاجساد انما يصعد للسماء.